مساء الخير على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان. مساء الخير على متابعي برنامج رؤية مصرية. زي ما وعدناكم ان احنا دايما في برنامجنا هنتولى كل الامور اللي بتشغل بالكو واللي فعلا موجودة على الساحة. في موضوع يعتبر من اهم الموضوعات اللي شغلة بال الناس وكلنا بنتكلم فيها دلوقتي، موضوع ربط التعليم باحتياجات سوق العمل. احنا في مجتمعنا بنلاقي ان الطالب بيتخرج من الكلية بيروح يدور على شغل علشان خلاص هيبدأ يبقى موظف، سواء كان الشغل ده خاص أو سواء كان شغل حكومي، فبيلاقي إن مجال الدراسة اللي هو درسه في الكلية بيختلف تماما عن الواقع، فبيصطدم بالواقع إن هو بيبقى متخرج مثلا، وليكن من هضرب مثال بإحدى الكليات النظرية، كلية الحقوق، بيتخرج من كلية الحقوق يجي يشتغل محامي يلاقي الكلام اللي درسه في الكتب نظري اكتر من ان هو يعرف يطبقه في الواقع العملي. فاحنا محتاجين ننظر للموضوع ده بجد، لان هو موضوع في غاية الاهمية، موضوع ما ينفعش لا نتغافل ولا نتغاضى عنه. احنا ليه بنتخرج من الكليات مش لاقيين شغل؟ ليه بنتخرج من الكلية اشتغل شغل غير اللي انا درسته؟ ليه الشباب مش بيتخرج من كليته يلاقي بالفعل فرصة العمل متاحة ليه؟ مش لان احنا محتاجين وبنطلب ان لازم يكون في فرصة عمل مستنيانا، لا، احنا بنقول ان احنا عايزين نتخرج من الكلية نلاقي دراستنا هي اللي احنا درسناها دي هنعرف نطبقها في الواقع العملي. هنبدأ بالتعليم بمرحلتين. خلونا نبدأ النهاردة مع بعض بمرحلة التعليم الأساسي، واللي الدكتور طارق شوقي اهتم بيها جدا. اهتم بيها ازاي؟ مرحلة التعليم، وزارة التربية والتعليم اتبعت استراتيجية مهمة جدا، اتبعت نظام التعليم البحثي اللي معالي الوزير اتجه ليه الآن. هو طبعا النظام ده جديد علينا، فبيحمل الاباء والامهات عبء كبير، وبرضه محمل الطالب عبء. احنا عايزين نتكلم عنه من جانبين. الاول احنا بنشكر سيادته على ان هو حابب يطور التعليم، وان كان ده شويه تقيل على اولياء الامور، لكن هو بالفعل ان شاء الله في المستقبل هيكون ليه نتائج مبهره هتبهر الجميع بالتطور اللي هيحصل في التعليم في مصر. عندنا سيادة الوزير قال احنا لازم نطبق نظام التعليم البحثي. ايه هو التعليم البحثي؟ يعني الطالب يعمل بحث في كل مادة، ويبقى نتيجة تقييمه في المادة عبارة عن البحث اللي هو قام بيه. فبدل ما يحفظ عناصر ومصطلحات ويجي في الورقة يكتب اللي هو حفظه وبعد كده بيجيب درجة كويسة، لكن لما بيجي في الآخر يجيب مجموعة وليكن مثلا 99 ويلتحق بكلية الطب بعد ما بندخل في مرحلة التعليم الثانوي، يعني بنلاقي ان احيانا بيتخرج دكتور يعني كفاءته لا ترتقي مثلا لمرحله ان هو يكون طبيب ناجح. فده مش معنى ان انا جبت في الثانويه 99% ان انا خلاص ابقى دكتور، ولا معنى ان انا جبت 96 علم رياضه ان انا ابقى مهندس، لا. احنا عايزين نعمل دخول الكليات يكون بان احنا بنعمل بحث في الماده اللي انا حابب اكون فيها متفوق، وليكن مثلا على سبيل المثال انا متفوق في ماده الرياضيات، اعمل فيها بحث، اختبر فيها، اتقيم فيها، لان انا لو ناجح فيها ممكن ادخل كليه هندسه. فمش معنى ان انا نجحت في الرياضيات وفشلت وليكن او جبت درجات قليله في باقي المواد يبقى انا كده لا اصلح لكليه الهندسه، لا. احنا عايزين دخول الكليه يكون بناء على ان انا ادخل القسم او المجال اللي انا شايف ان انا متفوق وناجح فيه، مش بناء على المجموع اللي انا بجيبه. زي مثلا كلية التربية الرياضية بيدخلوها باختبارات، كلية التربية النوعية وليكن قسم التربية الموسيقية أو قسم التربية الفنية برضو بيدخلوا المجال ده بأن هو حتى لو جايب المجموع بتاعها لازم بيخضع لاختبارات. وده اللي نتمنى إن شاء الله أنه هو يطبق في المرحلة اللي جاية وفي نظام الثانوية العامة القادم بإذن الله في السنوات القادمة. سيادة الوزير طارق شوقي قال أن احنا حتى لو بنحمل أولياء الأمور عبء فده هيكون إن شاء الله في مصلحة ولادنا في المستقبل. إحنا بنعلم الطالب أولا كده التكنولوجيا، إزاي يستخدم التابلت، بنعلم الطالب إزاي يبحث بضغطة زر ويجيب كل المعلومات اللي هو محتاج يوصل لها. مش لازم نقعد نقرأ، طبعا القراءة والكتب شيء مهم ولا بد منه، بس إحنا لازم نواكب العصر ونواكب التكنولوجيا، لأن إحنا حاليا في مرحلة التحول الرقمي، كل حاجة هتبقى تكنولوجي، هينتهي من عندنا فكرة الأجندات والدفاتر والمجلدات. وطبعا إحنا محتاجين ناخد رأي أحد كبار المتخصصين، ومعانا الدكتور مجدي العربي، الدكتور جمال العربي وزير التربية والتعليم الأسبق. نرحب بحضرتك يا دكتور.
ألو ألو يا دكتور، ألو يظهر في مشكلة في الاتصال، هنعود الاتصال بالدكتور. احنا بنقول ان احنا التعليم مرحلة الثانوي، احنا كده اتكلمنا عن التعليم الثانوي العام، عايزين بقى نتكلم عن التعليم الفني. التعليم الفني ده يعني من اهم انواع التعليم او اهم فروعه، لازم نهتم بيه وياخد حقه، لان احنا بيتخرجنا من التعليم الفني شخص قادر ان هو يعمل في حرفة، شخص بيواكب متطلبات سوق العمل. واحنا لو لاحظنا في الفترة الأخيرة الوظائف اللي بتطلب بيكونوا طالبين فيها وليكن فني كهرباء، يعني الفنيين والتعليم الفني بدأ بالفعل يبقى عليه الطلب، فاحنا لازم نهتم بيه ونديله أولوية. وكمان مش كل حاجة هنقول وزير التعليم، لازم الدولة تهتم وتتبنى مشروع التعليم البحثي أو التعليم الإلكتروني أو التعليم عن طريق البحث، ان احنا لازم الدولة تعتبره مشروع قومي وتتبناه بالفعل، لان احنا قيمة اي دولة بشبابها بولادها، قيمة الدولة بالفكر اللي الشباب بيفكروه، بالمستوى التعليمي اللي وصلوا له، بمستوى الثقافة. يعني احنا عندنا دولتنا علشان تتبني وتكون في المقدمة بإذن الله، وهي الحمد لله بقت في المقدمة، لازم نهتم بشبابنا، نهتم بالتعليم، الثقافة ثم الثقافة ثم الثقافة. التعليم الفني لازم ياخد حقه، لازم نهتم بيه اكتر من كده. احنا بنأكد وبنناشد سيادة الوزير من برنامجنا رؤية مصرية ان احنا لازم نهتم اكتر بالتعليم الفني. احنا لا نبخس ولا نقلل من مجهود سيادة الوزير، احنا بنقدم له كل الشكر وكل الدعم وفي صفه وبنأيده على ان هو نقلنا من مرحلة يعني غير الكترونية لمرحلة الكترونية، نقلنا من الجانب التقليدي. الو سيادة الوزير. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا يا دكتور بحضرتك، أهلا بيك دكتورة مها، متشكر جدا لذوق. شرفت البرنامج بجد باتصال حضرتك، نورتنا، أنا متشكر جدا لذوق حضرتك فندم. شكرا يا دكتور. احنا دلوقتي بما ان حضرتك وزير سابق تربية وتعليم، فاحنا محتاجين نعرف من حضرتك ازاي نعزز فكرة، اول حاجة عايزين نعزز فكرة التعليم الالكتروني والتعليم بالتاب لدى اولياء الامور، ازاي ننمي الموضوع ده عندهم؟ يعني احنا محتاجين مثلا نديهم دورات لان مش قادرين يتعاملوا معاه، ده أولا، يعني ممكن حضرتك تجاوبنا على السؤال ده؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. انا طبعا من حوالي اسبوع احنا كنا في مؤتمر التحول الرقمي للعمليه التعليميه او للادوات التعليميه بوجه عام. يعني بصي حضرتك، اذا كنا عايزين نتكلم عن التحول الالكتروني، انا ما اعرفش صوتي واصل لحضرتك كويس ولا واصل لا، يا لان دكتور، انا عندي اتفضل. ايكو. واصل يا دكتور، احنا بنستمع لحضرتك بإنصات، اتفضل. فبقول لحضرتك ان التحول الالكتروني ده شيء مطلوب في الزمن اللي احنا فيه، واذا كان قبل كده كان يعتبر رفاهيه، فإن في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي أصبح ضرورة، لأن مع وجود مرض زي مرض كورونا ويمنع الناس من الخروج من المنازل أو الذهاب إلى المدارس ويمنع المدرس ويمنع الطالب، يبقى إذا أنا أصبحت ضرورة دلوقتي التحول الإلكتروني. احنا عندنا منطلقات لازم نكون واخدين بالنا منها. عندنا مبرمج قد يستطيع البرمجة ويستطيع أن يصنع قوالب، ولكنه لا يستطيع أن يؤدي معلومة علمية بالتتابع بتاعها الصحيح. بالفعل وعندنا مدرس يملك المعلومة وهذه المعلومة مدققة ومصححة ويملك التتابع بتاعها بشكل جيد. وعندنا طالب إمكانياته اتغيرت وبقت قدراته في استخدام التابلت واستخدام الأجهزة الحديثة بقت كبيرة وواسعة، ويستطيع الطالب أن يتقبل مني أي حاجة. إذا بالفعل أنا لازم أبحث لنقطة التقاء عن الثلاثة. الطالب بطبيعة الحال بيبحث عن المتعة، والمبرمج يستطيع ان يتعاون مع المدرس، فالمبرمج يضع القوالب الجامده والنماذج للمدرس عشان يستخدمها في عمليه تعليميه، تمام. والمدرس في نفس الوقت يستطيع ان هو يحدث نفسه بقدرات تكنولوجيه حديثه بحيث يستطيع ان يدير هذه القوالب التي يحدثها له المبرمج او البرامج التي يحدثها له المبرمج، بحيث ان الاثنين ينطقوا عند نقطه امتاع الطالب وتحقيق رغبته في المتعه. لو تمام ان العمليه التعليميه اصبحت فيها متعه، يعني احنا عندنا النهارده اولادنا بيصحوا من النوم على الموبايل او على الاجهزه عشان مظبوط، يلعبوا الجيمز ويلعبوا يعملوا طرق التواصل مع زمايلهم بالشات او الالعاب المشهوره. بالفعل يا دكتور، لماذا لا استخدم هذه في ان انا اعمل انماط تعليميه تتعلق بهذه الالعاب؟ يبقى اذا انا استطيع ان انا اخلي المتعه متحققه وفي نفس الوقت اقدم معلومه، بدل ما يبقى
الولد بيحقق متعته فيما لا يفيد ولا يحقق متعه فيما يفيد. تمام. طب هنا اولياء الامور، اولياء الامور تبقى تعمل ايه؟ لابد ان كل ولي امر النهارده يبقى عنده على الاقل الحد الادنى من الثقافه التكنولوجيه اللي تسمح له بانه يدير هذه العمليه ايضا مع ابنه، وانه يدخل في تنظيم وقت ابنه، لان انا الولد الصغير ده لو سبته طول النهار هيلعب جيمز ومش هيتعلم، يبقى انا لازم انظم له وقته بحيث امتى يبقى بيلعب مع اصحابه وامتى بيتعلم، يبقى العمليه لازم تبقى منظمه في داخل الاسره، يبقى شويه تنظيم وشويه اداره للوقت هتنظم العمل ما بين وزاره التربيه والتعليم وبين المبرمج وبين الطالب وتتم عمليه تعليم التعليم. تمام يا دكتور. طب احنا دلوقتي يا دكتور عندنا نقطه عايزين نتكلم فيها من جانب التعليم الجامعي، الطالب او الخريج بيتخرج من كليه بيجي يبحث عن شغل بيصطدم بالواقع ان هو مجال دراسته غير متناسب او مش مطلوب في سوق العمل، ازاي نعزز او نربط سوق العمل بالخريجين؟ يعني نفتح مثلا اقسام جديده في الجامعات، يعني ازاي نوصل للمرحله دي ان الخريج يتخرج يلاقي نفسه يعني شهادته او دراسته مرتبطه بسوق العمل، نعمل ايه يعني؟ يعني انا اتصور اذا كنا بنتكلم على النقطه ديت ان انا لازم افكر الاول في التخطيط سوق العمل اقتصاديا، يعني انا بالنسبه ليا في دوله زي مصر لازم يبقى في تخطيط لسوق العمل، لازم يبقى انا عندي مناطق بتنتج تكنولوجيا ومناطق بتنتج اساس ومناطق بتنتج مثلا مواد طبيه ومواد، يبقى احدد انا بشتغل ازاي الاول، وبالتالي احدد قدرات هذه المناطق الاستثماريه اللي انا هعملها عشان اشوف هي طالبه ايه مني. ومن هنا انا بمنتهى البساطه اقدر يعني اتعامل مع المناطق ديت بكل بمواصفات كل خريج، يعني انا عايز المنطقه الفلانيه محتاجه خريج له مواصفات 1 2 3، المنطقه الاخرى محتاجه خريج له مواصفات 1 2 3، يبقى لابد ان الجامعه تهتم بهذا. الحديث الان عن مواكبه الخريج لسوق العمل هو هراء، لان احنا عندنا سوق العمل بتاعنا غير منظم، دي نمره واحد. مع تضاؤل فرص العمل الموجوده وكثره الخريجين يبقى انت ما تقدريش تتكلمي عن تنظيم الخريج مع سوق العمل، ولكن لابد ان تكون لنا رؤيه اقتصاديه تنظم فيها اسواق العمل بحيث عندنا مناطق كامله متخصصه. النهارده انت لما تروحي مثلا بلد زي هونج كونج او تنزلي الصين نفسها او تشوفي الدول الشرق اسيا هتلاقي هناك مناطق كامله، يعني في مناطق لصناعه التكنولوجيا، في مناطق لصناعه الاساس، في مناطق لصناعه السيراميك، في مناطق. اذا احنا لو اخذنا بهذا وعندنا في مصر مدن جاهزه لكده، يعني انت عندك في دمياط حضرتك منطقه تطلع اساس، والرئيس سيسي مشكورا يعني اسس منطقه مدينه الاساس. ايوه بالفعل. عندنا منطقه للجلود، عندنا منطقه لصناعه التكنولوجيا في سيوط او في محور قناه السويس، اذا احنا لابد ان نهتم بهذا عشان نحدد احتياجاتهم. ومن هنا عندما نحدد الاحتياجات اقدر اعمل كاستمايز للمناهج العلميه بتاعتي عشان تخدم هذه المناطق. تمام. عشان كده في فتره الوزاره انا كنت بدعو لفكره لما كنت مسؤول في وزاره التربيه والتعليم، فكره انشاء مدرسه في كل مصنع، يعني اشوف المصانع الكبيره زي مصانع التكنولوجيا، الالكترونات، الكهرباء، الميه، وبعدين اسس عندهم مدرسه تخدم حاجتهم الخاصه، فمدرسه في كل مصنع وفي نفس الوقت مصنع في كل مدرسه، ما المانع أن تكون مدارسنا أو جامعاتنا حتى الكليات بتاعتنا المتخصصة فيها أماكن للإنتاج، مش شرط تبقى كلها تدريب، يعني أنا في مدرسة ميكانيكية مثلا ممكن يبقى عندي قسم لصناعة الإلكترونيات وقسم لصناعة الأساس وقسم لصناعة المنسوجات، يبقى أنا في المدارس عندي مصانع وفي نفس الوقت في المصانع عندي مدارس، يبقى أنا لو عملت كده يبقى أنا حوفي بسوق العمل بشكل جيد جدا، لأن ما يحتاجه سوق العمل أنا قدمته للمدارس في المصنع، وما لا يحتاج سوق العمل انا عملت مصنع في المدرسه عشان استوعب الخريج بتاعي. تمام. شكرا جدا يا دكتور لحضرتك على المداخله وعلى المعلومات القيمه دي، وشرفتنا في الاتصال النهارده. دلوقتي في فكره طرحها علينا معالي الوزير الاسبق ان احنا يكون عندنا في كل مصنع مدرسه يتعلم فيها، يكون زي تدريب عملي يتعلم فيها ازاي يعمل الحرفة دي او يتعلم او يخدم احتياجات هذا المصنع، وفكرة تانية ان يكون عندنا في كل مدرسة مكان للانتاج بننتج بالفعل عشان يتعلم ويبقاش الموضوع نظري وبس، يبقى حرفة بيتعلمها وبينتج منها، فاحنا هنا بنخلق سوق عمل بجانب الدراسة، خاصة ممكن نطبق ده في التعليم الفني.
واحنا هنطلع فاصل دلوقتي، واستنونا، اوعوا تروحوا في اي حتة، موضوع مهم. ورجعنا لكم تاني. عايزين نرجع لنقطة ان احنا برضو مش كل حاجة هنقول ان انا بتخرج من الكلية فمجال دراستي مش هو اللي بلاقيه في سوق العمل. احنا عايزين الشباب برضو تهتم ان هي تطور نفسها وياخد كورسات ودورات ويشوف احتياجات سوق العمل عاملة ايه. يعني مثلا ياخد خلال دراسته في الكلية ممكن ياخد كورس كمبيوتر، لغة، يحاول يطور نفسه، وبرضو في خلال ما يعتمدش ان انا اصلا درست كذا فخلاص هي دي دراستي. لا، انت لما تتخرج طور نفسك، اشتغل على نفسك، حاول توصل بنفسك لاعلى القمم، حاول تكون انسان متميز في كل حاجه. ما تقولش اصلا انا درست مش عارف ايه وخدت كام دوره وما اشتغلتش. لا، كمل، لكل مجتهد النصيب. احنا برضو من مكاننا بنناشد سياده وزير التربيه والتعليم ان هو يكون في تعاون وتواصل بين الوزاره عن طريق مديريات التربيه والتعليم في كل محافظه وبين اولياء الامور، نعمل اجتماعات، نحاول نتكلم معاهم ايه المشكله، ايه المشاكل اللي مواجهاكم في موضوع التعليم الالكتروني، هل موضوع الكترونيا، طب ممكن نديهم دورات ونساعدهم في ده، هل الموضوع متعلق ان قله استيعاب للطالب، طب احنا ممكن برضو ندي دورات للطالب. وطبعا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده او اتجاه سيادة الوزير لان هو يطور التعليم او يتجه لان احنا نتبنى نظام التعليم الالكتروني كان بناء على توجيهات قيادة حكيمة واعية رشيدة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بيتبنى خطة ان هو يخلي مصر في مصاف مقدمة الدول المتقدمة ويخليها فعلا ليها كلمة وليها تأثير في كل مجالات الحياة. احنا بنشكر سيادة الرئيس وبنشكر وزير التربية والتعليم وبنشكر الأولياء والآباء والأمهات وأولياء الأمور على إن هم دايما واقفين في صف الدولة، واقفين في صف ولادهم، واقفين في صف الوزير، وإن احنا دايما لازم نكون متعاونين لأي قرار لأن الحاجات دي كلها في صالح ولادنا. والنهاردة وقت حلقتنا انتهى، وأشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة يوم الاثنين الساعة 2.